طريق الهدى والنور نمضي، ترسم درب القلوب واحة الإيمان، من وحي نور الإله نصح نبني، نسمو ونهفو إلى منازل الجنان. مواعظ الخير نرسلها للناس جمعا نرددها، مواعظ الخير نرسلها للناس جمعا نرددها، أفواه العلم تنطقها خيرا تريد وإحسان في واحة الإيمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وقدوتنا وسيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم الله مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من واحة الإيمان في موسمه الثالث. المشاهدين الأعزاء، منذ سنوات عديدة ظهرت التكنولوجيا في حياة هذا العالم وأصبحت جزءا أساسيا ومهما في حياتنا وتواصلنا ومعاملاتنا اليومية. ولأن لكل شيء إيجابيات وسلبيات، فقد تمخض عن هذه التكنولوجيا مجموعة من السلبيات الكبيرة، أو بما يطلق عليها بالمخدرات الإلكترونية، وهي جملة من الألعاب والمواقع أصبحت تخطف أوقات شبابنا وأوقات الكثير في هذا المجتمع. سنناقش هذه القضية في حلقتنا لهذا اليوم مع فضيلة الشيخ محمد سعيدان. حياكم الله شيخنا الفاضل. ومثل ما أسلفنا، التكنولوجيا ظهرت في هذا المجتمع منذ سنوات وغزت كل دول العالم ومنها بلادنا اليمن. ولأن لكل شيء إيجابيات وسلبيات، ولأن لكل ظاهرة تحدث تغييرا في المجتمع، نحن هنا في بلادنا ومجتمعنا، كيف كان أثر التكنولوجيا هذا؟ حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، في الحقيقة بلادنا اليمنية ليست منعزلة عن العالم، وهي جزء من هذا التطور الذي وصل إلى أسقاع وبقاع الأرض المختلفة. فكانت بلادنا اليمنية تشهد هذا التطور مع تطور العالم. يعني عندما دخل التطور والتكنولوجيا، وكان الناس قبل ذلك يعيشون حياة بدائية على الطرق التقليدية في تواصلهم في تعاملهم، ثم بدأت تتطور الأمور. فمثلا حدث أول تطور هو دخول الإذاعات، وبدخول الإذاعات يعني انتقل الناس إلى التواصل عن بعد. كان هذا في عام 1946 بإهداء من الجيش الأمريكي للجيش اليمني، وكان تواصلا بدائيا لا يتجاوز الكيلومتر. ثم بدأ يتطور الأمر من إذاعة صوتية إلى مرئية، وكان هذا في عام 64 900,000. الفارق كان كبير، ولكن كان البث أيضا من الخارج، لم يكن اليمنيون يملكون شيء من البث. بعد ذلك تطوروا وأصبحوا يبثون من اليمن في عام 94. ثم بدأ يتغير الأمر من مجرد تلفاز إلى تواصل، وبدأت تدخل الشبكات اللاسلكية الاتصالات، وكان هذا في عام ممكن نقول 90 بدأ العمل على مثل هذا الموضوع، وبدأت تدخل الشبكات وتطورت في عام 2005. بدأ الناس يدخلون هذا العالم وتطور من مجرد اتصال إلى نت، وصل إلى أغلب البيوت، وهذا النت بدأ يتدرج حتى انتشر. عندما وضعوا إحصائيات، كان في عام 95 أو ما قبلها يمكن في العالم كامل لا يشكلون 1.2% أو ممكن أقل من 1% في العالم كامل كأجمالي مستخدمين، إيه مستخدمي هذا النت. وفجأة وإذا بالعالم يصبح في هذه الفترة اليسيرة يشكلون ثلثي العالم، وأصبح مقياس للتطور كذلك، وأصبحوا لا يكاد أحد يستطيع أن يمتلك إلا وامتلك. حتى إنهم لما وضعوا الإحصائية قالوا إن يعني العالم يشكل قرابة 8 مليار، منهم 5 مليار كلهم يمتلكون النت. قرابة 3 مليار بل أقل الذين لا يمتلكون، من هم؟
أصحاب البوادي الذين ليس عندهم نت، الذين ليس لديهم قدرة مالية، الدول النامية التي لا توجد لها شبكات أو تجهيزات أرضية، يعني الأشياء التي أو الدول التي أو الأماكن التي لا يمكن أصلا أن يصل إليها هذا الموضوع. صحيح. بمعنى أن العالم أصبح لا يستطيع أن يتخلى عن هذه التكنولوجيا. أول ما ظهرت هذه الأشياء كانت مفرحة جدا، لأنها شكلت عند الناس نقلة نوعية في جهات اجتماعية وحتى دينية، يتبادلون التهنئات من خلال هذه الوسائل، يتعرفون على بعضهم البعض، يسأل بعضهم عن بعض، يستعلمون عن أخبار بعضهم البعض، يعرفون أخبار العالم الذي حولهم، فصار العالم وكأنه قرية واحدة من خلال هذه الوسائل الحديثة التي انتشرت. فكان في مبادئ أمره شيئا إيجابيا، يعني يفرح الجميع بأنه يصل أرحامه وأقرباءه ويسأل عنهم ويعرف. حتى أول ما بدأت كانت برقيات، صحيح، بعد ذلك صار عندهم البريد العادي هذا، ثم صار عندهم البيجر، ثم انتقل إلى الجوال. ولأنه يحكى أنه كان كالسحر في زمانهم، عندما يتصل أحد من هنا من حضرموت أو من اليمن إلى المغتربين مثلا في السعودية، كأنه كان أمر لا يصدق، يعني شيء غريب، حتى الواحد يعني يريد يقول أنا اتصلت، يعني يفرح أنه استطاع أن يتصل. فبدأت تنتشر، وأصبح اليمن كغيره من الدول يمتلك كمية هائلة من البشر الذين دخلوا هذا العالم وشكلوا عددا كبيرا. فحينها في أول ما ظهر كان الذين يدخلون في هذه المواقع هم الكبار، والذين يمتلكون النت سواء المكتبي الألواح هذه أو سواء كانت الجوالات كان على مستوى ضعيف وعند الكبار الذين يحسنون التحكم فيها وتمالك أمرها ومعرفة ما ينفع وما يضر. ثم بدأ الأمر في التطور حتى انتقل الناس تدريجيا من شيء مفرح إلى محزن ومن إيجابي إلى سلبي، فبدأت تنتشر السلبيات في المجتمع. طبعا لم يكن ظهور هذا الشيء إلا بسبب أن العالم جميعا صغارهم وكبارهم وجدوا بغيتهم في هذا، سواء من التسلية لمن يحب التسلية، أو من التواصل لمن يريد التواصل، أو من الفائدة لمن يريد الفائدة، ومن يريد العلم وجده، ومن يريد المعرفة وجدها. أصبحت الآن التي كانت تنتشر المجلات والنشر ما أصبحت الآن لها جدوى الورقية، الآن إلكتروني، وسهل عليك أن تقتني، تستطيع أن تسافر ومعك آلاف الكتب في جيبك، بينما صعب عليك أن تسافر ومعك شيء من الكتب تتجاوز بها الدول بثقلها وصعوبتها. الآن شيخنا الفاضل، ظهرت سلبيات خطيرة في المجتمع، دعني أعدد لك جملة من السلبيات. ظهرت ألعاب إلكترونية تسرق ساعات طويلة في اليوم من أوقات الشباب، انتشرت مواقع التواصل الاجتماعي وما بين مؤيد ومعارض ومقنن لها، بل الأمر من ذلك انتشار المواقع الإباحية، دعنا نقولها بكل صراحة. يعني أمام هذه والكثير، طبعا الكثير يسمي أيضا من المختصين يسمونها بالمخدرات الإلكترونية، وكأنهم شبهوها بالحشيش والمخدرات بأنها تذهب العقل. إلى أي مدى تشكل هذه التي ذكرتها خطورة على شبابنا وعلى واقعنا؟ نعم، جزاك الله خير. لو بقي الأمر حسب ما ذكرنا في البداية، وأن الناس اقتصروا على المفيد وتركوا ما لا يفيد، لكان الأمر سهلا، لكن العالم أصبح متصلا بعضه ببعض، فأهل الخير مع أهل الشر في موقع واحد، وأصبح كل يريد أن يروج سلعته وبضاعته. صحيح. ذاك من أجل المال، وهذا من أجل فساد الأعراض، وهذا من أجل ذهاب الدين، وهذا كل له غرضه. والضحية هو من يشاهد ويكتفي بالمشاهدة لا بصناعة المواقع والقرارات. هنا انتشرت هذه المواقع، ومن أخطرها مواقع الإباحية التي أصبحت تشكل خطرا داهما. يعني قدروا نسبة المواقع الإباحية المنتشرة الفعالة بما يعادل 4 ملايين موقع وأكثر. هذه 4 ملايين موقع، إذا رجعت إلى الفيديوهات التي تنشر فأكثر من 400 مليون فيديو ينشر، يعني
من ناحية المواقع الفعالة يعني بالمليارات بالملايين، وكأنها حرب ضد القيم. نعم، يعني أرادوا أن ينشروا الرذيلة من بلادهم إلى بلاد العالم كامل لكي يصبح أمر الرذيلة منتشرا، فتذهب الغيرة ويصبح الكبير والصغير يعني لا يصعب عليه أن يمارس أو أن يجد مثل هذه الأشياء. يعني كان في السابق لو أراد إنسان شيء من هذه الإباحيات يصعب عليه أن يجدها. صحيح. لكن اليوم أصبح من السهل جدا بنقرة زر يصل إلى ما يريد. مع أننا في هذا الموقف وفي هذا الموقع نشكر الدول التي حضرت هذه المواقع الإباحية وحاولت أن تحد منها. صحيح. وهذا يشكر لهم وعمل جبار وجزاهم الله خيرا على الحد من هذا البلاء، لكنه لا زال ينتشر وتوضع له البرامج التي تفك هذا الحجم. فضيلة الشيخ، نحن تحدثنا فيما سبق عن سرد تاريخي جميل للتكنولوجيا في بلادنا وكذلك خطورة مواقع التواصل الاجتماعي. سنذهب الآن أعزائنا المشاهدين إلى هذا الفاصل، بعد الفاصل سنتحدث على كيفية أن تواجه الأسرة في مجتمعنا المحافظ وهذا المجتمع الطيب أن تحافظ على أبنائها من الوقوع في شراك هذه المخدرات الإلكترونية. فاصل قصير ونعود لاستكمال هذا الحوار. عدنا لكم مشاهدين الأعزاء في هذه الحلقة من واحة الإيمان في موسمه الثالث. في هذه الحلقة نتحدث وإياكم حول المخدرات الإلكترونية وما تشكله من خطر على قيم المسلم وما تهدده من خطر على هذا المجتمع. ضيفنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ محمد سعيدان، حياكم الله مجددا شيخنا الفاضل. الله، كنا قد تحدثنا فيما سبق حول سرد حول التكنولوجيا وما تشكله من خطر. كذلك شيخنا الفاضل، أصبح الآن بالمجمل الجميع يمتلك جوالات، بل وصل الأمر إلى الصغار. ظهرت هناك ظاهرة خطيرة وهي ظاهرة الألعاب الإلكترونية، بعضها تكون متصلة عبر الإنترنت مع أشخاص من مختلف دول العالم وبعضها الآخر لا، بل أن البعض وكأنه موجه مباشرة ضد القيم الإسلامية الحميدة. ماذا تقولون شيخنا الفاضل في هذا الشيء؟ صحيح، يعني أصبح امتلاك الجوال أمرا، لو قلنا للمجتمع لا تعطوا الجوالات لأبنائكم ولبناتكم يستغرب الكثير. صحيح. مع أن العافية لا يعدلها شيء والسلامة لا يعدلها شيء والوقاية يقولون عندنا خير من العلاج. ولذلك يعني انتشار الجوالات في أيدي الأطفال في الحقيقة كثير من الخبراء والمختصين بمجال التربية يقولون لا يصلح أن يمتلك الأولاد هذه الجوالات وخصوصا المتصلة بالنت مباشرة. لأنها تهجم عليهم أثناء مطالعتهم بأشياء حميدة، تهجم عليهم الإعلانات والصور التي ما كانت باختيارهم. ويحدثني قبل أيام رجل يقول بنتي تقول لي أبي إيش هذه الأشياء اللي أشوفها، يعني هذه طبيعية جدا عند كثير ممن لهم بنات أو أولاد متصلين عبر النت مباشرة في ألعابهم. طبعا هو يشاهد لعبة عادية لكنه لأنه متصل بالنت فالنت يهجم عليه بكل ما يليق وما لا يليق. بل أن في بعض الألعاب عندما تريد أن تحصل على شيء مميز في اللعبة يقول لك شاهد هذا الإعلان. صحيح. فكذلك الألعاب، أنا أتكلم هنا عن الألعاب التي تستهدف الشباب كبار السن ويقضون فيها ساعات طويلة. إيه، بالنسبة للألعاب يعني يعني في هناك ألعاب حتى يعني خطيرة جدا على الصغار والكبار. يعني تصور أنه في ألعاب خصصت أصلا من أجل يعني إثارة الحالات النفسية، يعني بعضهم افتقد وعيه بسبب برنامج ألعاب أطفال. في بعض البرامج فيها تحديات، وصلت التحديات إلى أنه في تحدي اسمه كيف تحرق نفسك، يعني إشعال النار، تعرفون أن النار هذا عند الألعاب شيء محبب يعني. فرأيت صورة يعني لطفلة صغيرة حرقت نفسها من خلال هذه اللعبة. يعني يوجد عندهم ألعاب العنف، لعبة الببجي مثلا يعني أثرت على عقليات بعض الصغار. يعني وجدوا في مصر فتاة قد شنقت نفسها، والسبب أنها تطبق ما يعني يلزمها أو تلزمها بها اللعبة. بل لا أبعد كثيرا، هنا موجود في حضرموت في هذا الوادي قبل سنوات سمعنا عن حادثة قتل بين طفلين والسبب هو هذه الألعاب.
فتح الباب أخواني لموضوع الألعاب بدون مراقبة أبوية أو متابعة أبوية أو اختيار أبوي يعني أو أسري، هذا هو الخطر. يعني إذا قلنا طيب أعطي الجوال لابنك، لكن أعطيه بضوابط وقيود وبمتابعة كذلك. إيه نعم، لذلك نقول لابد من عدة أشياء نضعها كتوجيه للأسرة من أجل تنتبه لهذا. لكن قبل أن أضع هذا نقول هناك ألعاب أصلا وضعت لنسف القيم والأخلاق بل ولنسف الدين وغرس أفكار يعني أخرى كذلك. في هناك من الألعاب ما لا يمكن أن تتجاوزها إلا بعد أن تقتل محمد صلى الله عليه وسلم. صور لك صورة أن هذا محمد اقتله، أو الكعبة أنك تهدمها ثم تمشي، أو الصليب تلبس الصليب، أو أنك تتلفظ بكلمات نصرانية يعني فيها تنصر، يحاولون أن يروجوا من أمر يعني البابوات والكبارات عندهم من أجل تحييهم وتقدسهم. يعني كل هذا موجود في الألعاب وكل يروج لديانته في الحقيقة. هذه أمور خطيرة أمور مؤسفة فضيلة الشيخ. حتى نستغل هذا الوقت نتحدث الآن على أيضا مخدر آخر انتشر أيضا كثيرا، أصبح يعني الآن وكأن الشخصية لا تكتمل إلا به، ألا هي مواقع التواصل الاجتماعي وبرامج التواصل. يعني موضوع الحسابات الإلكترونية أصبح لدى الجميع الآن، كيف يمكن أن نطوع هذا الشيء لخدمة المجتمع للحفاظ عليه لنشر الفضيلة كذلك؟ صحيح، عندما يعني بدأ الأمر في فيسبوك ثم صار تويتر ثم صار بعد ذلك يعني الواتساب وأصبح لدينا يعني وسائل كثيرة، كل حاول أن ينشر ما يريد وكل حاول أن يصل إلى مراده، كل يعرض بضاعته. نعم، فأهل الخير حاولوا أن ينشروا المقاطع الإسلامية والتوجيهات والنصائح وأنشروا قروبات في هذا ومواقع، وما شاء الله فعلوا خيرا كثيرا، وينبغي أن يكثر هذا في هذه المواقع. بينما في الطرف الآخر نشروا أشياء من الرذائل. يعني تخيل مثلا اليوتيوب، هذا ينشر في اليوتيوب 500 ساعة، يعني ما ينشر إنما يحمل في الدقيقة الواحدة 500 ساعة تحميل في اليوتيوب. طيب إيش الذي يحمل؟ يعني كم هائل من الفيديوهات، يعني كم نصيب الأشياء الإسلامية. أنا انبهرت جدا لما وجدت أن النت كله اللغة العربية فيه في المواقع لا تشكل سوى 1.2%، والبقية كلها غير عربية. شيخنا الفاضل، من خلال هذه الإجابات وهذه النصائح القيمة، نحن بدورنا في برنامج واحد الإيمان خرجنا إلى الشارع وسألنا مجموعة من الأشخاص حول رأيهم في قضية الإدمان على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى أيضا القضايا التي ذكرناها في هذه الحلقة. دعونا نشاهد هذا الاستطلاع ونعود إليكم لمتابعة هذا الحوار. بالنسبة للإدمان على مواقع التواصل الاجتماعي، هذا سارق زي السارق اللي يسرق الوقت، خطير جدا على كل شيء، على النظر، على السمع، على الوقت، ضياع وقت. في أشياء سلوكيات خاطئة برضو تتعامل في هذه الأشياء، ونقول إن شاء الله ربنا يجنب البلاد من هذا ويجنب أطفالنا وأولادنا من هذه الأشياء. الإدمان فهي تأثر صحيا، تأثر سلوكيا، تأثر على كل شيء، وأخلاقيا تأثر، يصير الطفل أخلاقه تتغير فبما يحصله في كل شيء في الانترنت وفي شبكات التواصل، يتأثر يعني حتى أخلاقه تتأثر، أدبه مع أهله، أدبه وأخلاقه خارج البيت وداخل البيت. وننصح صراحة، ننصح المراقبة في المراقبة للأبناء في اتخاذهم أو مراقبتهم في الجوالات وفي التواصل الاجتماعي. وكذلك الشباب الله ينقول الله إن شاء الله يحفظهم. هذا فعلا التواصل الاجتماعي إذا يعني أنا فزعان على إنه يغير شباب وكذا، وبالفعل بل نقول الله يعينهم صراحة يعني بالتواصل الاجتماعي. وبعدين الشباب الآن ما هم راحوا في هو التواصل الاجتماعي يعني شيء مهم في المجتمع، ولكن الشباب صاف الله العظيم تبعوا إلا المواقع اللي هي مخلة بالأدب ومخلة لله، ونتمنى إن شاء الله ربنا يصلح الجميع. الإدمان ده واضح يا صاحبي، الإدمان على الجوالات هذا ما تلا تحصل واحد إلا هو قاعد، حتى لا شيء عزومات ولا شيء ويبي ولا شيء تحصله الجوال حقه، ما هم انتبه للناس ولا هم انتبه وهذه مصيبة يعني. ربنا إن شاء الله نحن
يصلح الامور ما شاء الله. ايوه التقنه، شوف ايوه التقنه دخيله علينا ولا بد منها ومهمه جدا في حياتنا برضو، تمام ولا؟ لكن الادمان برضو عليها خطا، يجب لا ندمن عليها، نوضع جزء من وقتنا لهذه التقنيه، لا نجعل وقتنا كله مع النت ومع لا، يجب ان تكون وقت محدد، ثانية تختار الأشياء المهمة أيوة تتناسب مع هذا الشيء. والله أنا ما تقول منع الأشياء هذه، إن بعض الحين تكون أشياء ضرورية، بس لازم الأب يعني يعطي وقت محدد للجوال، وقت محدد للدراسة، وقت ما يستخدم في الجوال أيضا، فهمت؟ من يتابع في هذه الأشياء، في أشياء مفيدة للإنترنت للولد، لا تمنعوا الاشياء انت النت هذا حرام هذا اشي، لا لا ما هذا النت الناس تستفيد منه، ممكن يدخل عليك فلوس ما عارف اصلا. عدنا لكم مشاهدينا الاعزاء بعد متابعه هذا الاستطلاع الميداني فضيله الشيخ، ونحن قد تحدثنا على هذه الظاهره وشخصناها وبينا اثارها، الان كيف السبيل للعلاج؟ ماذا تقول لمن تريد في هذه الحلقه من رسائل لمعالجة هذه الظواهر؟ نعم، أول من نوجه لهم الرسائل هم الدولة الذين هم مسؤولون عن هذا الشعب. فالنبي عليه الصلاة والسلام في كتاب الصحيحين من حديث ابن عمر يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والأب راع ومسؤول عن رعيته، والأم راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وحينما نوجه هذا للدولة نقول إن هذه الوسائل ربما كانت سبب في انتشار الإرهاب ووسائل العنف والتطرف، فكونهم يحافظون على هذه الوسائل ويتابعونها وينتبهون للدخيل فيها، هذا مما يعطي الأمن والاستتباب للدولة، فهي رسالة لهم أن هذا أول ما يعود بالنفع على الدولة قبل أن يعود على الشعب نفسه. طب ماذا عن الأسرة؟ أما بالنسبة للأسرة فحقيقة يعني كثير من هذه الأشياء انتشرت سبب تدليل، و يعني أن الأب مشغول فيريد أن لا يشغله أحد، أو أحيانا هو أصلا مشغول بالجوال فشغلوه عن تواصله وأشياء فيريد أن يشغل الأبناء فأعطاهم جوال وشغله، لكن الناتج كانت هي انتشار رذيلة، سوء الأخلاق، عودة على الآباء بالعقوق والأمهات، أيضا تسويد الوجه من خلال السمعة البطالة التي تنتشر. ماذا لو صارت البنت تشاهد هذه المشاهد ثم إذا بها يعني تسعى في تطبيقها وأن تنشر صورها وتنشر نفسها وكذلك الأولاد؟ وليس هذا بعيد عن بلادنا، فقد وجد الآن من يفعل مثل صحيح. هذا من فتياتنا وبنائنا، الله المستعان. فكون الأسرة تنتبه لهذا وتحزم وتكون حازمة في اختيار الوقت والنوع والمراقبة الأبوية من خلال البرامج المراقبة، هذا شيء مطلوب حتى لا تنتشر الرذائل، والله المستعان. شيخنا الفاضل، الشباب بنفسهم المستهدفون الآن وهم في عمرهم، ماذا تود أن تقول لهم؟ بالنسبة للشاب نقول أو الفتاة نقول لهم، أنتم يجب عليكم ألا تراقبوا أحد وأن تراقبوا الواحد للأحد، فكون الإنسان يكون عنده دافع نفسي ومراقبة لله تبارك وتعالى، هذا بحد ذاته يضمن لنا أن يسلم كثير من المجتمع. ثم نقول حتى لو حدث أن وقع الخلل والزلل وسقط أحدهم في صحيح. شيء من هذا، فإن الله تبارك وتعالى فتح باب التوبة، والشريعة فتحت لنا باب التوبة من أجل أن يتمادى الناس في الخطأ، فكوننا نتراجع ونسرع ونقبل ونرجع إلى الله تبارك وتعالى هذا مهم. ومن الأساس أصلا إذا وجدت من نفسك أنك تنجر وراء هذا، اقطع الباب من أساسه، اترك الجوال. وأعجبتني فكرة نفذتها بعض الأخوات، سموها بعنوان يوم بلا تقنية. الله. يوم بلا تقنية، اتفقت مجموعة من المدرسات والمعلمات في حلقات التحفيظ على أنهم يعني اليوم هذا لن يأخذوا الجوالات ولا أي تقنية. سبحان الله، كل واحدة تتحدث عن نفسها تقول هذه وصلت أمي وما كنت يعني كنت مشغولة عنها، أولادي كنت مشغولة عنهم وأصبحت أنتبه لهم، البيت كان يعني كتلة من الركام أصبحت منتبهة لبيتي. فلو كان عندنا أيام بلا تقنية أظن أنها بل ربما ستفيد. حتى الإبداع الشخصي ربما سيزيل في الشخص والطاقة. شيخنا الفاضل، نحن في آخر هذه الحلقة، ماذا تود أن تقول في الختام أمام هذه الظواهر الخطيرة التي بالطبع لن تكفيها حلقة ولا حتى برنامج كامل؟ نحن أمام هجوم
بأسلحة فتاكة ونحن الضحية في ذلك، ونسأل الله العافية. ماذا تود أن تقول في الأخير شيخ؟ أقول ينبغي على المجتمع جميعا أن يتكاتف ويتعاون ضد هذه الهجمات، ولا نبقى في خط الدفاع بل نكون في خط الهجوم، فينبغي علينا أن نقذف بالحق على الباطل ليدمغ، وينبغي علينا أن نحرك المنبر وأن نحرك المدرسة من جهة المعلم، ونحرك فرق التطوعية من خلال التوعية ومن خلال إشغال الشباب أيضا وإشغال أوقات الفراغ، لأن الفراغ هو القاتل، والشباب إذا أصبح يعني لديه الفراغ ولديه المال أفسد. إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة. فالمجتمع يجب عليه أن يوفر وسائل العمل وشغل الأوقات بالنافع والمفيد، حتى لا يأتي الشيطان ويشغل شبابنا بما لا ينفع ولا يعود عليهم بالنفع، ونقتل نحن بأنفسنا مواهب شبابنا بسبب أنهم أصبحوا متلقين فقط. لماذا لا يكون عندنا صناعة برامج، صناعة برامج الحجب، كسر الحواجز في هذه، قطعها عن الوصول إلى بلادنا؟ بل أنا أذهب إلى خيال بعيد، لماذا لا يكون مثل ما يكون لنا قنوات فضائية خاصة، يكون لنا نت خاص ويتحكم في الدول العربية؟ لما لا؟ ربما في يوم من الأيام نستطيع أن نصل إلى هذا المستوى الذي سيجعلنا نبتعد عن كثير من هذه السلبيات التي تأتينا من دول الغرب، والله المستعان. إذن نسأل الله العافية شيخنا الفاضل، ونسأل الله أن يحفظ شبابنا وفتياتنا وشباب الأمة ومجتمعنا من كل الأخطار التي تواجههم في هذه الحياة. مشاهدينا الأعزاء، وصلنا وياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج واحة الإيمان، وتشرفنا في ضيفنا العزيز الشيخ محمد سعدان في هذه الحلقة. غدا إن شاء الله نلتقيكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج، إلى ذلك موعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على طريق الهدى والنور نمضي، ترسم درب القلوب واحة الإيمان، من وحي نور الإله نصح نبني، نسمو ونهفو إلى منازل الجنان، وصايا إيمان نهديها، نبني نفوسا ونحييها، وصايا إيمان نهديها، نبني نفوسا ونحييها، معاني الحب نسديها، نشد بعضا كبنيان في واحة الإيمان، معاني الحب نسديها، نشد بعضا كبنيان في واحة الإيمان.